كيف نكون قدوة مع عادل بارباع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، حياكم الله في حلقة جديدة ويوم جديد ومواضيع متجددة حول القدوة وصناعة القدوات. بلا شك الإنسان في هذه الحياة إنما يعني ما بين أنه يؤثر أو يتأثر، لذلك مهم أن نعرف كيف ممكن أن يعني نستفيد من قدوات حولنا وكيف نكون قدوات رائعين ومبدعين لمن هم بيننا ومعنا. وخير من نستضيفه معنا في هذه الحلقة حقيقة وجوده مكسب لنا هو الدكتور أيوب بن خالد الأيوب، وهو رئيس نادي الحوار بدولة الكويت والمدرب الرائع المتألق. طبعا فرصة سعيدة أن يكون في المملكة العربية السعودية في دولته الثانية وبلده الثاني. حياك الله دكتور أيوب. الله يحييك وسلمك من حظي، الله يحفظكم. الله يسعدك، وإحنا كذلك وجودك معنا دكتور أيوب. طبعا إحنا لما نتكلم عن القدوة وكيف الإنسان فعلا يكون قدوة، لأنه خاصة لما نتكلم عن قدوات يا إما حيكون قدوة في جانب خير أو غير ذلك. صحيح. نعم، لكن فعلا حتى يكون على جانب الخير وحتى فعلا يتحصل الخير كيف يكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وصباح الخير على السعودية وأهلها. يا هلا بك. وعلى من يسمع الآن هذا اللقاء، ومشكورين ألف ألف FM على هالاستضافة. الله يسلمك، والشكر لك دكتور أيوب على تلبيتك لي. الله يخليك. صراحة أنا أول مرة أجي للاستوديو عندكم. نعم. وكم معكم، لكن تبارك الرحمن ضاف في ثقافة الابتسامة. الله يسلمك. اللي شفتهم تقريبا، اللي شفتهم على الأقل تقريبا. نعم. خمسة وست عاملين والله يا جماعة كلهم ابتسامتهم حلوة. الله يسعدك. حتى الصراحة مزحت مع يعني موظف الخدمة يسألني بيجيب شاي، فأنا ضحكت معاه قلت له في شبات وسمبوسة. اي وقالها بطريقته يعني. فقال هذه بالعشاء مو الحين يعني معناها عند سرعه بديهه مع خفه الدم. الله يسعدك ويخليك والله. موضوع يعني اول شيء القدوه. نعم. هو القدوه فعلا مثل ما تفضلت قد يكون هو في الخير ولا في الشر. نعم. الانسان اذا اقتدى بشخص معين خلاص قد يعني قد يكون احيانا الشخص مثلا في المدرسه يريد ان يكون مشاغب ويحط في عينه نموذج معين المشاغبة. نعم. قد يكون مثلا في المدرسة نفسها أخ أكبر في مثلا في خلنا نقول في الصف مثلا السادس ابتدائي. نعم. وأخوه اللي معاه في الصف الثاني ابتدائي، مو دائما بس بعدد إذا كان اللي في السادس مشاغب وعنده يتشاجر ويتضارب مع الثانيين في عنف، اللي في ثاني ابتدائي في الغالب راح يقلد أخوه الكبير لأنه راح يشوف أن المدرسة يخافون من أخوه. إيه. وأنه هو كذا وأصبح لما وبل المدرسة قاموا يقولون إيه أخوه الكبير هذا لحد يقرب منه لأنها غالبا راح يقتدي فيه. نعم. فهو النقطة الأولى الاقتداء بغض النظر عن المضمون، هو نوع من التفكير أو من المنهج أو من الأساليب. نعم. إن أنا إذا بقتدي بفلان، وهذا اللي يخلي أحيانا إن مثلا لما تكون المعلمة معلمة المدرسة. نعم. مستوى أخلاقي عالي، الطالبات يقلدونها، بل إن كثير من الطالبات ربما كان عندهم تصرف سلبي لكن بسبب هذه المعلمة اللي حبوها واللي قاعد تساعدهم وتنفعهم وقريبة منهم يتغير سلوكهم بشكل كبير دون أن يقصدوا أن تكون قدوة لهم. نعم. ولو المعلمة أخطأت في حاجة بسيطة راح يأخذونها بهذا العيب وبهذا النقص، يأخذونها بكاملها بخيرها وشرها. نعم. مثل أول أيام كان الناس هالكلام قديم أيام السيديات مع الكمبيوتر. نعم. يجي مرات برنامج حاطين عليه حماية. نعم. ما يمكن نسخة، جو ناس اخترعوا طريقة ينسخونه مع الحماية. يا سلام. يعني ينسخونه كامل. أي. احنا اليوم نفس العملية، الأب وهو يقود سيارته. نعم. لو واحد مال عليه بسيارة شخص آخر، إذا الأب شتم هذا عطى رسالة حق ولده إن لما حد يخطأ عليك أشتمه رابط خلاص. لأن الأب قدوة بالنسبة له. نعم. بس الأب ما قصد يقول حق ابنه. أي. والأب عارف إن هذا غلط. الأب عارف إنه غلط. أي نعم، لكن خلاص رسخ المعلومة هذه عنده. وبالضبط وين الخطورة؟ نعم. الأبناء الصغار ما عندهم معيار التفرقة. هو عنده إن والدي أنا قلده، فلما لكن ما عنده معيار، لا اللي هو معيار اللي وضع الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لا يكون أحدكم من معه، اللي معه ما في معيار. أي. راحة وروح. أي نعم. أحسن ونساء ساو. نعم. الإنسان المسلم لا عنده معيار، أحسن الناس نحسن. أحسن. نعم. مو ما نحسن لأنهم أحسنوا،
لأن هو الحسن أو الإحسان نفسه موجود بالفعل. نعم. أساء نجتنب الإساءة. الإساءة. أما الصغار والله كلمة من خلال إذاعتكم يعني الله يحفظكم على الاستضافة. الله يسعدك. جماعة الخير إحنا رفقا بالصغار لأن ما عندهم معيار التفرقة. الطريقة الغيبة الأب والأم يكتابون في الصالة نقول الكويت يحشون. نعم. نقول يحشون. يقصون. نعم. هذا بالطريقة. أي. الصغار نشأوا إن هذا مع أن والدهم يصلي ووالدتهم تصلي ويمكن تقرأ القرآن كل يوم. نعم. لكن الغيبة صارت ثقافة في البيت. فأهم هؤلاء راح يأخذون الغيبة مع جزء من الثقافة. نعم. من عاد من أعلى قدوة في العالم اللي هي الوالدين. نعم. فهو أول شيء نقطة فعلًا الاقتداء راح يكون هو تقليد شخص آخر. الصغار ما عندهم معيار التفرقة. قد يكون بالخير والشر. نعم. هنا استدراك. الكبار عنده معيار التفرقة. جميل. لما والده يسوي شيء غلط يقول الله يغفر لوالدي يعني. يعني خذت جاء شيء من العصبية جاء شيء من الماضي جاء شيء. نعم. يعرف الوالد اليوم مثلا صرخ على جارنا وكان هو يقول لنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يعني وصاني جبريل عليه السلام بالجار الحديث ما تلجير أو ما فيها أو إنه كأنه قريبنا إن الله يورثه ما بقلنا صحيح لكن نشوف إنه هو قاعد شتم جاره. نعم. في تصنيف دكتور أيوب يعني لعلك وضعته وإحنا قبل ما نتحدث على الهواء أنه القدوة هو ما بين ثلاث مواقع يا إما أن يكون موقع رأسي أو يعني أدنى من ذلك أو أفقي. بالضبط. نعم. القدوات لو تخيلنا أمامنا علامة زائد. نعم. القدوة الرأسية. نعم. الحين خلينا نقول ولا الابن أو الشخص أي شخص موظف طالب يكون هو في الوسط مركز التقاطع. نعم. أعلى هذا القدوة الرأسية يقصدون فيها الوالدين العمام الأخوال إمام المسجد معلم أو لاعب كرة قدم مثل ما قاعد يصير مع اللاعب محمد صلاح. نعم. لاعب ليفربول هذا الآن صح يعتبر قدوة. قدوة كبيرة صايرة. قدوة كبيرة. إذا صار في تحية جات من كنترول يعني. لأن جماعة الصراحة هو كيف صار قدوة. نعم. إن حتى لما جابه يوم الأيام طفل انجليزي 7 سنين من فريق اخر مو فريق ليفربول اصلا اي لما هذاك سجل هدف الطفل سجد اي يعني تقليد تمام تخيل يعني مو مسلم. نعم. والجماهير الان يعني حتى من بين صيحاتهم اللي عملوها الجمهور الانجليزي يقول بعد لو جبت هدف راح تصير مسلمين يا الله. هو اي لا هو هنا. نعم. من وين جاء الاقتداء مو. نعم. بس فرح بالاهداف الرجل ما عنده يعني ما عنده شرب خمر أجلكم الله ما عنده سهرات يعني كذا كذا يعني كذا عنده نعم أي مشاكل أخلاقية ما نعم. أيوة ما عنده كبر ما عنده هانة للآخرين يقدم أعمال تطوعية في بلده في مصر وفي بريطانيا. نعم. متواضع في الناس بالأخير ما يتأخر على التمرين إلى آخره. نعم. هو ما قالهم أريد أن أكون قدوة لكم قالوا نعم وافقنا. نعم. هو ليس عقد القدوة ليس عقد. يا سلام. لا عقد كتابي ولا شفهي لكن سلوكه خلى الناس يقلدونه بالسلوك. نعم. وهو طبعا قدوة إيجابية. نعم. فإحنا القدوات الرأسية قد يكون الناس اللي مثل ما قلنا معلم رئيس الدولة. نعم. نفسه يكون قدوة لشعبه. نعم. قدوة لأن الناس إذا كان رئيس الدولة متواضع يقول. نعم. حق واحد مثل وزيرة وغيره أنت ليش متكبر. صحيح فعلا. هذا اللي أعلى منصب. نعم. الدولة متواضع. هذا القدوات الرأسية. قدوات الأفقية طبعا أحيانا قد يكون على نفس الخط الرأسي هذا أقل من الوسط تحت أحيانا يكون ناس صغار في السن جدا أصغر منه كثير قد يكونون قدوات على هذا الخط لكن ليس أكبر. أحيانا المعلم يتأثر بطالب عنده أخلاقه عالية جدا. نعم. يحضر المكان عنده إرادة يخلص أحيانا المعلم يتأثر بالطالب. نعم. المستوى الأفقي هذا ما نسمي اللي هو المعلم يتأثر بالطالب أو الأب بابنه اللي هو عكس الأفق عكس الرأس الفوقي تحت نفس الخط تحت. نعم. تحت. نعم. على المستوى الأفقي. نعم. الأفقي يمينه ويساره اللي هم الأقران يسمونهم أصحابه عيال عمه عيال خالة بس اللي هم قريبين منه بالسن. نعم. أبناء الحي الفريج احنا نقول الحي. نعم. الفريج الحلة أو الحي يعني هذا هؤلاء اللي هم هذا لما نقول الصاحب ساحب أي. هذا الآن في خطورة الطالب أو الشاب المراهق بالذات. نعم. يتأثر بأصحابه أحيانا أكثر من البيت. نعم. أول شيء أنهم يعتبرهم نفس شريحته في ولاء لهذه الشريحة. صحيح. ولاء ذاك أنا لما أروح عادة إلى ثانوية بمحاضرة أنا ما أهاجم الشباب يعني. أي. أنا أروح ما أقول حق الطلاب الثانوية تصوروا في شاب في الثانوية عمل كذا كذا
ما يعرفون اسمه بس داخليا هذا احنا هذا اي انت تمثلنا اي نعم ما يرضون عليه اي لا اجيب امثله حقيقيه من طلاب ثانويه كويسين هم مباشره يفرحون صحيح لدرجه انت لو في هذه الشريحه لو قلت تصور يا جماعه احد الاباء ضغط على ابنه بالثانويه وكذا راح يحبونك زياده لان معناها إيه هذا اللي فاهمنا نعم هذا اللي عارف احنا خاصه انا اتكلم يعني هذا اليوم اب وجد ما شاء الله يروحون يصنفونك مباشره بخانه هذا معانا نعم يعني. جميل رح نطلع الفاصل مستمعين الكرام وما زلنا مستمتعين بحديثنا مع الدكتور أيوب الأيوب حول القدوة وراح يكون حديثنا أيضا عن الذكاء الأخلاقي اللي تعتبر مهارة من مهارات القدوات فاصل ثم نعود إليكم وابقوا معنا كيف نكون قدوة مع عادل باربع عودة لكم مستمعين الكرام حياكم الله مرة أخرى ويا هلا فيكم وبوجود أيضا الدكتور أيوب الأيوب وهو رئيس نادي الحوار بدولة الكويت وحديث شيق حقيقة عندما نتحدث عن القدوة وكيف فعلا من يستفيد من هؤلاء القدوات سواء بشكل رأسي أو أفقي وما هو الجهة المعاكسة للرأسي طبعا كل هذه التفاصيل كانت ما قبل الفاصل وحديثنا أيضا دكتور أيوب أنه القدوة ما شاء الله تبارك الله يملك مهارات متعددة نعم. من هذه المهارات أنه يمتلك مهارة الذكاء الأخلاقي كيف يعني أو تعريفك للذكاء الأخلاقي طيب الذكاء الأخلاقي مصطلح بدأ كمصطلح يعني علمي نعم مع بداية التسعينيات يعني قاعد أتكلم اليوم عن تقريبا يعني 26 سنة 27 سنة نعم والآن خلص الآن في مؤلفات وكتب في يعني متاحة نعم هو اللي يسمونه moral intelligence أي. الذكاء الأخلاقي شقين الشق الأول قدرة الإنسان على أن يلتزم بما يؤمن به يعني لما الإنسان يقول مثلا أنا أؤمن بالصدق يصدق أي. لما يقول أنا مثلا أحترم المرأة يحترمها بالواقع فعلا يا سلام أي. فهذا النقطة الأولى اللي هو اللي يعني عندنا اللي هو تطابق الأفعال مع الأقوال أي نعم واحنا سجع في الشريعة الإسلامية عندنا هذه من زمان فيها آيات كاملة يعني نعم. لما تقولون ما لا تفعلون يعني نعم. فهذا الشق الأول مطابقة الأفعال للأقوال أو في كلمة مشهورة عند الإنجليز walk your talk نعم يعني خلينا نشوف نعم الفعل يطابق القول أو يعني أو للكلام نعم إنزين الشق الثاني نعم وهو قدرة الإنسان على أن يعرف الخير من الشر فطرة يعني مرات بعض الأشخاص أو الأطفال تقول شيء يقول لا حرام هو ما يعرف حكم الشرعي ولا يعرف الفتوى ولا يعرف الحكام الشرعي أصلا سبحان الله هذه فطرة نعم الحلال بين الحرام إحنا كذا من الأشخاص يمشي بالسيارة لو عبرت قطة صغيرة وبالشارع ويحاول يتفادى نعم. ولو لا قدر الله يعني صدمة خفيفة يروح يقول شفت شنو يعني هو مو شيء حار نعم بس أح نوع من الحسرة نعم إن هذا الفعل خطأ فالشقين مع بعض هذا عاد بعدين في تفصيل داخل بس التعريف نفسه اللي قالوا اليوم لما درسوا الأشخاص وشافوا مو كل واحد عنده هذه مو كل شخص عنده القدرة على الالتزام بما يقول لأن الصراحة هذه صعبة وهذا قلب القدوة أساس القدوة أي إنسان قدوة عنده دائما هذا التوافق يعني عود على اللاعب محمد صلاح لو الناس اكتشفوا اليوم انه عنده سلوكيات خفيه تعارض ما يقوم فيه راح يحطون عليه اكس الناس لو مثلا لو عرفوا انه تبرع يعني هذا بعيد عنه تبرع لانه فقط عشان يقال انه تبرع نعم او قاتل عشان يقال انه قاتل مثل في الاحاديث عندنا اي رياء هذا خلص الناس المشكله الناس عاد اذا حطوا اكس على القدوه اكس كل اكس كامله يعني مو اكس جزئيه اكس كامله فيقولون في الذكاء الاخلاقي هو شيء تفضلت ابو احمد بكلمه جميله ان الانسان هي مهاره الذكاء نعم. الاخلاقي بما انها مهاره يعني قابله للتطوير نعم هذا نعم. شيء الانسان يقدر يطور نفسه ايش يدخل داخلها قدره الانسان على التحكم في ارادته لانه عشان الانسان يلتزم باللي يقوله صراحه يبي لها اراده صحيح يعني واحد قاعد يقول مثال يدعو إلى الرجيم لكنه مكرش
كرش. نعم، لا يمتلك الإرادة. إيه، فهو ويقول ما أتكلم الآن، في بعض الأشخاص يصيبهم مرض معين، إنزيم ينفرز بالجسم، أي، فهو يؤدي للسمنة. نعم. هذا حالة مرضية لها أدوية. نعم. لا، شخص ما يسوي رياضة وياكل 7 وجبات في اليوم مشبعات. ما هي خفايف. إيه يعني. ولقيت عن الكرش، هو إيش يسوي؟ يبي يتفادى إنه هو مهمل. يقول لا هذا يا جماعة، هذا يعطيني اللي ما له دبيبة ما له هيبة. يعني يقص على نفسه. اللي ما له كرش ما يسوى. يعني كلام ما له دبيبة لما ينام على الفراش الكرش ينام جنبه، هذا ما له قرش. فهو هذا الشخص مفروض شو بيقول؟ والله يا جماعة الصراحة، نعم، أنا إرادتي أمام الأكل ضعيفة، لكن والله يا جماعة تركوا الكرش، على الغاية واقعي. لكن إن شاء الله، بس لما يشوفون إنسان واحد هو قاعد يدعو إلى مثلا إن إلى الرجيم مثلا، أو لا إلى الحمية، وهو يدعو الناس إن يختاروا وجباتهم، لما يروح مطعم أو في بيته يشوفون الناس إنه قاعد يتناول وجبات صح، مرة مرتين ثلاث، عرفوا إن هذا ملتزم بما يؤمن بما فيه فعلا. هذا الشق الثاني اللي هو الحس الفطري، الحس الطبيعي في الإنسان، الفطرة السليمة، يعرف الخير من الشر. فهذا هو يعني هذا خلينا نقول تعريف الذكاء الأخلاقي. من داخل مكوناته مختلفة، من مكونات الذكاء الأخلاقي إن الإنسان عنده قدرة على التسامح. جميل. هو فيه من داخل 7 مكونات. نعم. تسامح. يا يعني جماعة تسامح، البعض يقول شيء سهل، لا مو سهل يا جماعة، لأن التسامح إيش اللي قاعد يصير ضد، إيش اللي يمنع التسامح؟ الرغبة في الانتقام. نعم، هذا اللي يمنع التسامح. نعم، طبيعي إنه الواحد يبغى ينتقم إذا كان صار عنده شيء، لكن فعلا كيف ممكن إنه كيف يمسك، يعني يمسك بزمام نفسيته؟ يعني لما شخص يشتم شخص وهذاك يرد عليه، هذاك الآن لو قاعد تصافه يتصافى، لأنه شتمني وشتمته، ضربني وضربته، صحيح. لا ممكن هم يرجعون مع بعض. لكن لما شخص يشتم آخر أو يغلط عليه غلطة كبيرة أمام الناس والثاني راح زعلان، لا تسامح ليه؟ وين السر؟ ما صار فيه توازن مرة ثانية، ما رجع الوضع الطبيعي قبل لا تصير مشادة. نعم. فهو يقول ما بردت حرتي. نعم. ما بردت حرتي، يعني ما زال حب الانتقام. صحيح، موجودة في نفسه. موجودة في نفسه. نعم. بينما احنا نشوف الآن في التسامح، لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا فأنتم طلقاء، لناس عذبوه وخرجوا من مدينة وخذوا أموالهم، يعني تعرف اللي صار، يقول ذهبوا فأنتم مطلقاء. فإحنا دائما شو نقول حق الشباب أبنائنا وبناتنا ولا أمهات والأباء؟ نعم. متى تطلقهم؟ أطلق الآخرين، ذهبوا فأنتم مطلقاء. من طلقائك اليوم؟ جار أخطأ عليك، أخ يوم الأيام صار توزيع التركة وأخذ جزء أكثر ما يستحق لأنه الأخ الأكبر مثلا. نعم. فنقول حق الناس يا جماعة الخير اطلقهم، خلاص خلاص، عاد اطلقهم، اللي هو التسامح. في من الذكاء الاخلاقي موضوع الاحترام، احترام الاخرين، هذا مكون. في من هالضمير، الضمير الداخلي. نعم. واحنا في الشريعه الاسلاميه تعطينا مؤشرات جميله، الاثم حاكه في الصد. نعم. كرهت ان يطلع عليه الناس. اي، البعض يقول لا صح، في شيء ثاني يقول لما الانسان يسوي غلط ويوقف امام المراه في بيتهم مستعد يحط عينه في المراه يشوف هالشخص، يعطونها مرات بعد في الضمير، هل الشخص لما يرتكب شيء غلط مستعد يكتبون اللي هو سواه مانشيت في الصحافة؟ لا أكيد طبعا. شخص راح يكره. نعم. شخص متزوج وراح بروح السوق وغازل وحده، مستعد في البيت يقول حق زوجته وعياله والله اليوم غازلت بس ما نجحت. أكيد طبعا، يعني لا ما راح يخفي الخبر. صح. منها شيء يسمونه التقمص العاطفي أو التمثل العاطفي، قدرة الإنسان على الإحساس بما يشعر به الطرف الآخر. ابنه جاي متضايق، يعني أنا أذكر يوم من الأيام الساعة 2 الفجر ابني عبد الله الله يحفظه ويحفظكم ضرب باب غرفة النوم بصوت عالي، الضرب كان عالي على غير عادته نهائيا، وما قد سواه بهذا الوقت. نعم. كان وقته توجيهي، فتحت الباب طلعت عبد الله قاعد يبكي يعني بشكل كبير. مسكته لميته وخدت يده رحت الصالة. خير، صاحبه صديق الروح بالروح، ايوه، احنا كان الساعه 2، الساعه 11 لما يعني رجعوا عبد الله بد صح الفجر 2 على مسج، ترى فلان حادث سياره وتوفى. لا لا الله، صديق الروح بالروح. عبد الله الان شو يسوي؟ انا ما في هذا الموضوع ما اقول لا عبد الله عيب لا تبكي، لا 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 ليش عيب؟ اي خليه يبكي، ما في تذمر ولا في اعتراض،
صحيح. غدة دمعية تأثرت بالإحساس. نعم. أفرزت الدمع الحلو. هاي دمع جميل. بالآن الصراحة صراحة ما أظن يسمعني الآن. بس الصراحة أنا فتحت شهيتي للبكاء. زيت. الله توفى. الله يرحمه. هالحبيب. حافظ القرآن. الله. عشان هو بعد. ويزيد غدة دمعية تشتغل لما تشبع. أي نعم. بعدين بعضهم يقول لك لا الرجال ما يبكي. لا 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 ولا يعترض لا يولول ولا شيء. الدمعة الدمعة من رحمة من رب صح العالمين. صح صح. لما هذا بعدين الآن شنو نسوي له إنك توقفون معاه وإنه كذا كذا وإنه فهو التغمص العاطفي قدرة الإنسان قدرة المعلم شلون يحس إن الطالب تأثر جدا إنه هو نقص يعني فقد درجتين في الامتحان هو شاطر. طيب. يعني واحد يقول لا 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 هذا الطالب كان يطمح إلى الدرجة الكاملة نقصة درجتين. احنا كنا في التوجيهي انا واحد من اصحابي العزيزين بكى لان المدرس نقصة درجتين وفي طالب يفرح اذا جاب درجتين لان ما يدرس صحيح ما يدرس فهذا هاي يسمونه هو يسمى القدرة على معرفة مشاعر الاخرين اللي هو التمثل العاطفي او التغمص العاطفي. الله. منها ايضا احنا قلنا الضمير وراح ناخذ بقية الأشياء الجميلة اللي ذكرتها الدكتور لأنك كنت تمثل هذا الذكاء الجميل ما شاء الله. هذا ما في شك. لا 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 الله يسعدنا وياك كذلك والله ما شاء الله عليك. فاصل ثم نعود إليكم مستمعينا الكرام، لكن قبل الفاصل أحب أذكركم إذا أردتم يكون هناك تواصل هاتفي على 011-217-8585 أو على 012-616-1100. ابقوا معنا. كيف نكون قدوة مع عادل باربع؟ سعد موضوعنا عن ايش؟ موضوعنا عن كيف نكون قدوة. دكتور أيوب بحقيقة يعني حاجة ما حصلتش على قول المصريين. الله يحفظك دكتور أيوب. الله يسلمك دكتور. يعني ما شاء الله تبارك الله أنت ذكرت مهارات متعددة داخل الذكاء الأخلاقي عند من يكون هو قدوة. نعم وذكرت عدة أشياء ولعلك توقفت عند نقطة مهمة. أكمل الحين بقى ثلاثة إذا في وقت أكمل. لا أكيد أكيد. نعم تفضل دكتور. بسم الله خلاص أنا الحين قاعد أسولف. والله صدق والله تبارك الله كأني قاعدين في البيت زي الجماعة زي الناس. والله مستمتعين جدا الله جدا. الله يحفظك. طيب احنا ذكرنا التمثل العاطفي. نعم. اللي هو الامباثي يسمونه التغمص العاطفي. ذكرنا الضمير الانسان نفسه الحس الداخلي البوصلة عنده. منها الرغبة الذاتية. هذه افضل شيء صراحة في اي موضوع. يعني حتى موضوع اليوم استخدام الموبايل حق ابناء الاسرة وبنات الاسرة، هل هو عنده رقابة داخلية حتى بدون ما يراقبون أهله؟ الأهل رقابة خارجية. أي. الداخلية. هو تخليه يقول له هذا لا هذا مو صح. هو بروحه. نعم. أنا ما أعمل مثل اللي قال لها أظن ابن عمر رضي الله عنه لما قال حق راعي عنده غنم وعنده كذا فقال تعطيني. قال صاحب الحلال مو موجود. قال فأين الله؟ يعني أنا مو أنا عيني مو على صاحب الغنم شوفني. نعم. ولا لا. عنده الرقابة بشكل أكبر. مثل أبنائنا. نعم. اللي هو في غرفته. صحيح. ما حد معاه. يا ترى هل هو يعني إذا لو قدرنا نغرس في أبنائنا وبناتنا هذه الحصانة الذاتية. أي. إنه هو بروحه ما يسوي هالشيء لأنه غلط. مو لأن أبوي يدري ولا أبوي ما يدري. أي. لا هو غلط. خلص. نعم. يعني. صحيح. بعض الأشخاص يصير ما عنده الرقابة هذه. يعني لعل أذكرها باسم باب يعني الطرفة وهي كانت حقيقية. نعم. إحدى الزوجات شكت في زوجها إنه عنده يعني. ما نقول يعني فلما قبل الساعة ما فهمت دكتور يعني. أحسن بس أحسن أنا بيها بهالطريقة. ساعة 9 المساء الكلام قبل سنة بالضبط. أي نعم. عطيتها منوم حطت له في العصير حطت له منوم. نعم. نام بصمته وفتحت جهازه. يا سلام. زين يعني وللأسف وجدت. أها. وجدت. نعم. نعم. زوجة ثانية زوجها أصلا نومة ثقيل خلقة ما تحتاج منوم. نعم. بصمته تحت الجهاز ما لقيت شيء. أي. بعد أسبوعين مو مطمنة إلا في شيء. أي. نايم هو بصمته ما فتح الجهاز. إيش عملت؟ حاولت
وين السر؟ هو عارف ان هي فاتحه جهازه. اي فحط بصمه ابهام رجله عسكم الله بدال سبعه. بس ليش؟ ليش هالحركات؟ امس امس انا مع واحد سعودي من جده. نعم. يقول اصلا جهازي ما في يعني كلمه سر بصمه او باسورد او شيء. لا لا لا. وقايل حق زوجته وعياله اللي بيفتح اي خلاص بين يدي. انا مرخ. شوف شو القدوه الان. اي انا اقول لكم جهازي اللي بيفتح لو جاني تلفون وانا مثلا قاعد اصلي او شيء رجعوا على المكالمه. هذا نوع يخلي الانسان معناها هو رقابته ذاتيه طبعا. يقول ما عنده شيء يخبيه. ما عندي. يقول ما احنا الامثال تقول يقول لا تسرق لا تخاف. يقول لا تبوق لا تخاف. اي فالرقابه الذاتيه منها والتمثل العاطفي والضمير التقدير تقدير الاخرين عنصر رئيسي فيها. نعم. والاحترام اخر نقطه العداله. هذه سبع مفردات في الذكاء الاخلاقي. الان البعض قد يزيد عليهم. هنا في سؤال مهم. الذكاء الاخلاقي الذكاء مجموعه قدرات. كلمه الذكاء لحالها مجموعه قدرات. نعم. الان الاخلاقي الاخلاق ترتيبها تصنيفها التفصيلي تصل الى 400 فضيله. الله اكبر. تفصيلا. نعم. بعض العلماء عندنا حتى في يعني في تاريخنا الاسلامي بعض العلماء يقول لا امهات الاخلاق العدل والصبر والرحمه ثم تتفرع منهم الامور الاخرى. بعض الاشخاص يقول لا مو بس سبعه يزيدهم يعني كتاب الذكاء الاخلاقي. نعم. يتفاوتون في الترتيب بس ما يخلونها قائمه كبيره. صعب. يعني مو معناها ان بقيه الاخلاق غير مهمه. ما يقول هذه لما واحد عنده رقابه ذاتيه معناها راح يراقب في اي شيء يسويه. صحيح. مجموعه الاخلاق يقولون ايضا منها من هذه الاشياء في الذكاء الاخلاقي يجينا سؤال وايد صعب. ايش يعمل الانسان اذا تعارض خلقين في موقف واحد؟ الان الصراع مو بين خلق حسن وخلق سيء. اي لا بين خلقين صالح على سبيل المثال يضربوا. نعم. في مثال وهذه فرصه الان. نعم. يسوي تبريد تدريب على الهواء مباشره. راح اطرح سؤال على اخواني واخواتي وابنائي وبناتي. نعم. وتمرين ما يبي ورقه وقلم. يقولون اذا انا ناقل التمرين هذا من تمارين الذكاء الاخلاقي. جميل. هم يقولون كل واحد يتخيل انه قاعد يمشي في مجمع تجاري كبير مفرده. جميل. الحاله تمام. وجاء واحد من امامه من مسافه 50 متر جاي ركض ورافع يركض وجاء امامك. خلينا نتخيل كلنا كل واحد حاله الان. اي وجاء امامك ووقف وهو يصرخ وباين عليه الرعب بيذبحني والله بيذبحني بيذبحني بيذبحني. إيه هم الآن هذا في تحدي. قبل آخر الجواب من إخواني وأخواتي سؤال ما سألته قبل آخر الجواب. نعم. يا جماعة هذا تمرين لا تأخذونه حقيقة. من فيكم يكذب؟ كل واحد خير سألنا من فيكم يكذب؟ العادة في المحاضرات البعض والله يقول لا البعض يرفع يده أنا أكذب صراحة. أي. هذا يعني واضح خلاص. نعم. الأغلب يسكتون وفي ناس يقول لا ما نكذب. أي. قلت طيب نطرح التمرين هذا الآن. يلا الآن يعني وقف أمامك بيذبحني بيذبحني. قبل أنت تقول له قبل لا تكمل راح على شمالك جري وفي باب يطلع على المواقف وطلع. بعد دقيقة وانت واقف تقول لا حول ولا قوة إلا ولا واحد جاي بعد من مسافة 50 متر يركض. أيوه. طلع من الممر ويركض بيده سكين ورافعها فوق وجاء وقف أمامك قال لك شفت. وهو يكون من نوع A1 ألف واحد ألف واحد اللي هما اللي صرخون يعني. نعم. وقال لك شفت واحد يصرخ ويركض قبل دقيقة. أها. يا جماعة تقولون له الصج ولا ما تقولون له؟ نعم. نطرح الحين أبنائنا وبنات المستمعين والمستمعات كرام ما بيسألك واحد يعني خاف تنحرج ولا ودي أسأل المخرج. أشوف المخرج خايف أسأله. أي نعم هو خايف كبير. الآن تقول له ولا ما تقول له؟ هنا ايش اجابات الناس؟ يا سلام. تلقى البعض شو يقولون؟ اذكر احدى الاخوات قالت انا اعمل روحي ما اتكلم. يا سلام. اني انا ما اتكلم. خرجت من الموضوع لا قالت ولا بس هذا كذب. هذا كذب. اي هذا كذب. يعني نعم الحركه بحد ذاتها لان هي العاده الاصل تتكلم. الاصل تتكلم. زين واحده من الاخوات قالت انا اعمل حالي اغمي علي. هم هذا كذب؟ اكيد. هذا كذب. صح. واحد اذكر واحد من هذول اللي هو مو الف واحد يسمونه بيتو، بيتو اللي هو البارد. يقول اقول لك الصاير ايش فيكم؟ قلت له راح يذبحك انت. لان بيده سكين وانت تقول له ترى ما تسوى يتمطق احنا نقول بالكويتي. نعم. واحد قال لا انا احاول طريقه كاراتيه وحركه معينه وانزع السكين منه. واحد قال اتصل بالشرطه قلت هو قاعد يسالك الان
هذه الإجابات كلها هروب من الكذب. يعني الكذب صفة قبيحة بعيد عنكم، فالإنسان ما يبي يكذب. نعم. واحد قال لا والله أنا ما أكذب، أنا راح أميل وهو يكلمني أميل بجسمي، أي وروح أقول له هو راح من شمالي قبل دقيقة، يعني اللي هو المواراة الثورية. أيوة. نعم. نوع من التعريض، يقول أميل. نعم. وأميل فيقول لما أنا أميل بشمالي تغير الشمال اللي راح فيه، أي وأقول له راح هناك. لكن هو قلت له يعني معناه، قال واحد لا والله في عدد كبير يقول لا والله، أقول له لا شفته ولا مر علي أصلا. قل ليش؟ قال لأن يا أخي هذا الآن هذا مباب يعني حماية شخص، هذا الشخص بيده سكين وناوي يذبح، وشكله شيطان. نعم. لأنه فاصل. فهذا حتى في الشريعة الإسلامية احنا عندنا يجوز الكذب في ثلاث حالات، صح؟ صحيح، في حالة حرب. نعم. وإصلاح ذات البين، وجوز أن الزوجة تكذب على زوجها، الزوج يكذب على زوجته، والزوجة نعم اثنينهم ممكن. هو يجوز يعني عاد مو الكذب عاد ينفتح كذاب عاد. اي نعم. على بحري مرة واحدة. لا لا، هما قالوا في بين الزوجين. صحيح. الكذب حتى مراعاة للمشاعر. يا سلام. يعني أحيانا الزوجة حاطة مكياج زيادة على اللازم، يجي البيت كريم أساس وطبقات وآي لاينر شيء صاير، يعني الشكل مو حلو صراحة. نعم. الشكل مو زوجته، وهو دخل ويدخل البيت تقول إيش رايك. هو مسكين من الصدمة مو قاعد يتكلم، يشل له بس بيده أوكي، بس يعني لأنه مصدوم قاعد بالعريجة، يقول بس ما يقول لها شنو شل وجه هذا، لا لا لا. وهو يا ما وهو مرات يقول لها مأذيها ومزعجها ذاك. نعم. اليوم زعلها، يروح يقول لها تحبيني، هي ذاك اليوم بدها تقول له أنا ذاك هذه اللحظة. نعم. تبلع بعد ريشها تقول له أنت، تهز راسها مو قاعدة تتكلم يعني لأنها مقهورة. نعم. بس هو لباس يعني، بس ما يفتح بحري عاد. صحيح. الكذب. نعم. هذا لمصلحة. إيه نعم. يعني مقيد يعني في مقيد بين الزوجين معين. نعم. اللي هو موضوع المشاعر ومراعاتها يعني. صحيح. فأهم في الذكاء الأخلاقي يقول الإنسان ما يكذب، لكن أحيانا صار تعارض بين قيمتين تتقدم القيمة الأعلى، يعني تعارض الآن بين الصدق وبين إنقاذ حياة إنسان. نعم. هنا صار إنك تقول إن أنت ما تصدق، مثل في حالة الحرب. نعم. عدم الصدق لأن حماية مصلحة العامة للشعب لجيش كامل. صحيح. يجوز فيها الكذب يعني. نعم. لأن في مصلحتين تعارضوا مع بعض، الصدق أو حماية مجتمع كامل، يعني حماية مصلحة عامة. وهذه مهمة جدا فعلا، الواحد كيف إذا تعارض مصلحتين. نعم. تتقدم القيمة الأعلى يعني، وليس اللجوء إلى الكذب بحد ذاته يعني. نعم. فمن الذكاء، لذلك يا جماعة في الذكاء الأخلاقي حتى احنا بتاريخنا صار في أشياء الإنسان مرات اللي هو الأفضل إن الإنسان أول شيء يطبق بنفسه بعدين ينصح، لكن هذا مو معناه اللي ما يطبق ما ينصح. أي. لكن اللي يأثر أكثر هو من يطبق. أي يعني واحد ما يدخن يقول حق واحد لا تدخن، صح. نعم. لكن إذا الأب يدخن يقول حق ولده لا تدخن، يا ولدي أنا الله بلاني فيها، أنت لا تصير كذا كذا، الله بلاني فيها، إيش قاعد يقول حق ولده؟ معناها إن أنا إذا إرادتي تغلبت علي أنا معذور. المشكلة هنا وين تصير؟ إن الولد ما راح يطبقها بتدخين، راح يطبقها بالتدريس. ليش؟ يا والله يبا ما عندي إرادة أدرس. أي. يروح ياكل ما عندي إرادة معه. يروح يسوي شيء غلط، ليش؟ والله إرادتي ضعيفة، لأن الرسالة اللي أعطاها الأب هذه الخطورة. أيوة. الأب عطى ابنه رسالة، إذا إرادتك ضعيفة في موضوع فأنت معذور. هو هناك ما قالها حرفيا. نعم. صحيح. هو قال أنا أدخل لأن ما قادر أوقف. أي. الآن الابن خاصة اللي من التو المراهق ما عنده المعيار لحد الفاصل، فهذه الخطورة في هذه المواضيع. أنا مثلا لما أجلس مع شخص مدخن صراحة أنا قليل أنصح الصراحة. يقول لي أبو خالد ما تكلمني عن هالموضوع. أيه. وأنا عموما أنا ما أدخل مجلس فيه تدخين، بالنسبة لي مضر بصحتي. نعم. ما أجلس في مكتب فيه تدخين، والحمد لله ما عندي من أصدقائي اللي أنا أطلع المقربين ما حتى لما كنت في الثانوية ثلاث أرباع حين يدخنون إحنا كنا أربعة ما ندخن. مو ديانة صراحة أي. يعني في وقتها صراحة مو يعني التزام بحكام شرعية، إحنا كنا في حي شعبي بس ما ندخن اختيار. نعم. وما اخترت عمري ما صرت في شلة يدخنون، هذا اختيار. يعني الآن الواحد لما يجي الآن يقول حق ابنه لا تدخن، مهما كان النصيحة ما تصل. جميل جدا، حنكمل معك دكتور أيوب. طيب. ما زال حديثنا بقية، ابقوا معنا مستمعينا. كيف نكون قدوة مع عادل باربع؟
عدنا لكم مستمعينا الكرام ومع ضيفنا الجميل وخالد دكتور أيوب الأيوب. حياك الله دكتور. الله يحييك. الله يسلمك. حقيقة أنت قدوة ما شاء الله عليك. الله يحفظك ويعيننا وياك. والله صعب. والله يعني في بعض الأشياء. الله يسلمك. كل شيء. لا مو كل شيء. يعني من أراد يعني أنت يأخذ الابتسامة بجمالياتها فلينظر إلى دكتور أيوب. والله يجدنا فضل الله ثم يعني حسن ظنكم. الله يسلمك. لا اللي يبي ياخذ مثلا شلون الواحد يحب زوجته من قلب ياخذني قدوة. يا سلام. الله ينفع فعلا. انا الاحظك حقيقه يعني في كثير من الدورات وتقول يعني زوجتي وكمان يعني ما شاء الله تقول الاسم كذا. وممكنك توجه له التحيه كذلك يعني عبر الاذاعه. خالد صبحت الله بالخير. شلونك؟ انا متواصل معاه ترى الحين على ما شاء الله تبارك الله. وانا الحمد لله بعد من النوع اللي ما اخاف من زوجتي الحمد لله. اللي بياخذ قدوة في عدم الخوف من زوجه. اي نعم. ما عندنا مثل يقول ما يخاف من زوجته مو رجال. هذا ما في شيء. هذا هاي خالصين منها يعني. لا لا اكيد. الله يسعدك دكتور ويخليكم يسعدكم يعني يا رب. نعم احفظكم. احنا مو متزوجين من زمان يعني 38 سنه مو يعني ما شاء الله يعني مرحله تعارف للحين في مرحله تعارف يعني استكشاف يقولون. وجميل انه الواحد في كل مره يستكشف شيء جديد يعني في قرينه. والله هذه كانت من الاشياء اذكر درس أخذته من أستاذي في التدريب اسمه بروفيسور ألين أوستن. توفى قبل سنة. هذا الشخص أذكر هو معنا في الاستراتيجيات استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي. بس أنا كنت وايد استشيرة. فاتصلت فيه مرة أقول له عندي برنامج اسمه كيف تجدد شهر العسل. كيف تجددون شهر العسل. يا سلام. إيه حق يعني حق المخضرمين بالذات يعني. نعم. ويسمى المخضرم الذي تجاوز 30 سنة يمكن. هو أقل من 80 شباب. أقل من 80. بعدين نبدي يعني توا في نضج الشباب. جميل. فهو قال لي الكلمة مثل ما تفضلت بالضبط. نعم. قال لي شوف أيوب الإنسان عبارة عن كتاب. لكن إذا خلصت الكتاب تطلع له جزء ثاني ما شفته. إذا خلصت الجزء يقول الله سبحانه وتعالى خلى في الإنسان مساحات للاستكشاف. يا سلام. فيقول متزوجين حتى مع مرور الوقت. ليه الآن هم يشوفون مساحات ما شافوهم قبل. ايه. فيعطي الحياة نكهة. وانا اقول يعني هذا اللي انا اخذته من البروفيسور. لكن كشيء عملي والله الى اليوم يعني انا مع مخاد اليوم نكتشف ابعاد جديده في شخصياتنا. او كان عندي شيء معين ثم تغير. نعم. فصار هذا الان مساحه جديده رائعه للاستكشاف للاستمرار في الحياه. جميل جدا الزوجية. الله يسلمك. ندردش عن موضوع الشخص. نعم. احنا حتى علمائنا يقولون هو ليس بالضروره اللي ينصح هو لازم يكون ملتزم بالشيء. نعم. وهيصير خطره. لكن الافضل شخص يصلي يروح حق ثاني يصلي. شخص ما يختاب يروح حق ثاني لا تختاب. صحيح. شخص ما يغازل يروح حق واحد يغازل لا تغازل. صح. لكن يعني في تاريخنا عندنا مثالين بس في الموضوع هذا. أي. مثال احد يعني علمائنا كان جاء شخص مملوك وقال له يا ليتك تخطب في الجمعه يعني عن العتق لان انا ترى يعني الشخص يعني رب البيت هم يقولون او يعني الشخص اللي يملكني يصلي عندك. وكان بكرة الجمعة ما خطب الجمعة اللي وراها الجمعة بعدين هم خطب بعد قول شهر خطب هذا الشخص نفسه في طلع هذا راح اللي معاه قال له أنت حر لوجه الله تعالى مجرد ما سمع الخطبة فهذا جاء بعد حق العالم قال ليش أخذت هالمدة قال ما كان عندي أحد أملكه في نظام ذاك الوقت اللي كان موجود فأنا شريت شخص ثم اعتقته لله أساس أنا أكون قدوة حق الآخر. صار شيء مشابه لها مع غاندي اللي في الهند يعني اللي يسمونه حكيم الهند. نعم. غاندي يوم من الأيام جاءت امرأة مع طفل 4-5 سنوات من منطقة تبعد يومين مشي فلما وصلت عنده كان في زحام فلما وصلت عنده قالت له أنا خلت ابنها خلف الزحام خافت عليه وقالت له قالت له القصة ابني يأكل سكر كثير وهو يحبك يسمع كلامك يعني غاندي قدوة بالنسبة له قول له يتوقف عن أكل السكر قالت تعالي بعد أسبوعين قالت أنا جاي من مكان بعيد قالت معلش بعد أسبوعين بعد راحت بعد أسبوعين جت بس معاها ولدها أي. جت عند غاندي قالت أنا اللي جيت قبل كذا كذا قال نظر إلى الولد وقال له يا ابني توقف عن أكل السكر توقف يضر أي. خلص قالت رجعتني أسبوعين عشان هالكلمة بس. قال لها قبل أسبوعين كنت أكل سكر ما أقدر أنصحها أنا صار أسبوعين ما أكل سكر أي نعم عشان لما أنصح خلاص يعني أول حاجة يتمثل في نفسي أنا أطبق عشان أنا أقدر. فإحنا هذا وهذا لذلك الموضوع حملة القدوة اللي موجودة حتى في أمارة منطقة مكة. نعم. حملة جميلة كيف تكون قدوة. نعم. والله يجمعنا اليوم أنا اليوم بعث سناب شات عنها وقبل فترة هو هذا اللي من الأشياء اللي عجبتني في الحملة
إنها نزلت إلى المؤسسات. نعم. يعني أنا كنت في أحد فنادق. نعم. الفندق نفسه حاط الشعار. شعار كيف نكون. وحاط تحت اسمه أنت هذا في المطار شفتها. نعم. فتصبح ثقافة مجتمع إن السم انتشر حتى لو نجحت 50% ممتاز. صحيح. 40 زين. أبقت أثرا. وهذا لأن هي تعرف دوائر التأثير. نعم. ثم تتوسع وراح يبقى شريحة قليلة اللي هذه يعني اللي في أي في أي مجتمع. صحيح. ما يبي يعني. يجد إن هذا صح. فإحنا أي واحد فينا اليوم بس لو فكر في القدوات الأفقية والرأسية هل هو فعلا قدوة لأبنائه؟ مثل ما قلنا قدوة مو ملاك مو ملاك. أي. جماعة والله يا أخوان أخواتي وهذا الكرام. اللي نريد أن نعطيه ونفرق فيه أنه القدوة ترى يعني مو ملاك. أي. والله يا جماعة منو فينا ملاك أصلا؟ منو فينا ملاك؟ إحنا بشر. صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وملائكة عليه الصلاة والسلام. نعم. يخطئون يصيبون في فيهم الشخص واحد من الأشخاص جاء حق الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وقال وبعد صلاة العشاء وقال يا رسول الله قبل امرأة. هذا في 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 من سرق في المخزومية اللي سرقت. نعم. في حاضر من بيلتع رضي الله عنه اللي راح بيقول حق أهل مكة ترى الرسول عليه الصلاة والسلام بيجيكم. نعم. وهو بدري أهل بدر يعني. صحيح. فإحنا يا جماعة يعني أنا بس أنا ودي أقول كلمة بالذات للشباب. نعم تشوفون شخص وتشوفون أخلاقه زينة ودكم تختدون فيه العين والرأس لكن يا جماعة ليس ملاك. فلما يخطئ خطأ البشر لا تحطون إكس عليه كله حطوا إكس صغيرة قولوا والله هو طيب وكذا بس في هالجزئية. نعم. ما يعني تدي ما منو فينا اللي ما فيه أما عنيد أو مثلا عصبي أو يعني حساس فتلقى يزعل بسرعة مثلا. نعم. فإحنا هذا ولذلك هذا حتى في ما بين البيت الواحد أسرة الوحدة أو ما بين الزوجين. نعم. يعني زوج يكون طيب وكذا وكريم ويعطيها داء ورومانسي لكنه حساس الزوج هني تاخذه تقول والله كل تمام فتقولي والله هو زين لكنه مو ملاك. ونفس الشيء هي الزوجة عليها ضغوط أيام امتحانات عندكم الآن أعتقد صح؟ صحيح صحيح. الزوجة طيبة وحبيبة ونشمية وذوق وإتكيت كل شيء لكنها لما درس عيالها عصبية. نعم. الزوج يوسع البال عليها. نعم. يحاول يخفف الضغوط عليها مو يكون هو أحد عناصر الضغط عليها يروحها مضغوطة في تدريس الأبناء وتشتغل الصبح مسكينة وتلقى عندها مسؤوليات مع والدها ووالدتها صحيح. فالزوج نقول رفقا بها صح غلط غضبها ويمكن تمديدها لكن رفقا بها لا تكون عنصر ضغط عليها كن عنصر يخفف الضغط عليها يعني. جميل. فهذا أيضا من الجوانب اللي احنا دائما ولا عيالنا يا جماعه والله العظيم انا عندي 7 عيال وخمس احفاد ما شاء الله تبارك الله واضح فيهم بارك يا رب ما شاء الله يا جماعه مو مبين عليك والله دكتور ما شاء الله ليش بعد طبيعي انا الحين ما يصدق اني 40 سنه ما شاء الله انا 60 سنه بالضبط ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لك العمر يا رب ما شاء الله يعني بطلع طلعه صغيره يقول لي واحد من اصحابي ذاك اليوم ابو خالد ما شاء الله عندك احفاد كبرت قلت له ابو نايف كلها كم سنه هو كبري بالسن كلها كم سنة أنا وياك نجلس أمام البيت نرفع عيدنا نسلم على السيارات اللي تفوت بالحي قال لا والله بخاطر كلها كم سنة راح نرفع عيدنا نسلم بدون ما تفوت سيارة قلت عاد هذا معناه الكمبيوتر خلاص يعني لا قلت لا احنا الحين حلوين وزينا وكل عمر كل عمر حلو صحيح يعني كل عمر حلو بوصفة نعم يعني احنا أطفال في حالات مختلفة صحيح نلعب مع بعض وبالحي ونلعب الألعاب الشعبية ما عندنا مسؤولية لأنه كان جزء من جمال الماضي في لما كنا أطفال جزء من جمال ذاك الوقت بما فيها مراهقة ما عندنا مسؤولية نضحك روح البيت نحط راسنا ننام خلاص اليوم لا اليوم نضحك ونستمتع لكن بالأخير ورانا مسؤولية ورانا عيال ورانا يعني زوجة نداريها ونحبها الوضع يختلف نعم الله يسعدك دكتور ويعني كلمة أخيرة يوم ذكرت عن موضوع القدوات أنه فعلا هم ملاك وقلت كلمة يمكن من قبل أنه لا نحمل القدوات يعني ما لا يطيقون نعم ولا نكلفهم ولا نقول أنهم والله هم كل شيء حتى لا نصطدم في الأخير ونجد نفسنا أنه والله هؤلاء يعني كيف وليش وممكن الواحد تصير له حالة معينة لأن البعض للأسف يأخذ شخص معين قدوة مثل إمام المسجد قدوة الأصل في قدوة بس ذاك اليوم اكتشف ان إمام المسجد كان عنده شيء سلبي نعم. ما يصير انا واحد من اصحابي صار له الموقف كان وقته شاب صغير وإمام المسجد واكتشف ان إمام المسجد مسوي تصرف خطا نعم قام ما يروح يصلي ما له علاقه فعلا إمام المسجد بشر آدمي عنده تقصير صح. هو المفروض يقول إمامنا زين لكن للاسف ما كان ودي اشوفه بهالموقف هذا نعم. بيكمل الصلاه
ويدعو له ويسأل الله أن يغفر له، وإن قدر أحد يكلمه وهو يكلمه زين. فما نحط الأب قد العيال اكتشفون أن والدهم عنده تصرف خطأ، ما ينحط إكس عليه، يقول فيها الجزئية، فيها الجزئية. مثل عبد الله بن عمر، أظن هو الصحابي رضي الله عنه اللي كان عنه رسول نعم العبد عبد الله لو كان يصلي من الناقصة ناقصة لو هالجزئية نعم، بس هو زين خوش واحد ولكل شيء فعلا احنا حلوين وزينين بس لابد فينا عاد. صحيح فعلا. أشكرك دكتور أيوب حقيقة على هذا الحديث الشيق والمثري لموضوعنا وبرنامجنا. الله يحفظك، سلمك الله، حياك، كان معنا، شكرا جزيلا، سلمكم الله. دكتور أيوب الأيوب رئيس نادي الحوار بدولة الكويت والمدرب المعروف، نشكر حقيقة على يعني ما أضاف لنا في هذا البرنامج، وشكر لكم أيضا مستمعين الكرام على استماعكم. إلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم كيف نكون قدوة. تحية مني أنا عادل برباع، من الكنترول الزميل أحمد موسى، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.